السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الترتيب والضرب خاصية رقم جوج. إذا نبدأ بالخاصية، أو بوسي ودي أعداد حقيقية موجبة، ضروري تكون أعداد موجبة إذا كان أ أصغر من أو تساوي ب و سي أصغر من أو تساوي دي، فإن أ مضروبة في سي أصغر من ب مضروبة في دي، يعني العدد الصغير كنضربوه في العدد الصغير أصغر من ب في دي. الترتيب ما كيتغيرش، كانت عندي أصغر كتبقى أصغر، كانت أكبر غتبقى أكبر. ناخدو شي مثال. إذا اثنان أكبر من واحد، ثلاثة أكبر من اثنان، إذا نضربو اثنان في ثلاثة راه دائما كتبقى أكبر من واحد في اثنان، لأن ستة أكبر من اثنان. كذلك سبعة أصغر من عشرة، خمسة أصغر من ستة. إذا ضربنا سبعة في خمسة، يعني العدد الصغير مضروب في العدد الصغير، فيبقى الترتيب دائما ما يتغيرش، أصغر من عشرة مضروبة ستة، إذا 35 راها أصغر من 60. نشوفوا مثال تطبيقي. x و y عددان حقيقيان موجبان، بحيث x أصغر من جذر 3 و y أصغر من 2 جذر 6. إذا حنا شنو قلنا هنا؟ عددان موجبان. إذا بين أن x y أصغر من 6 جذر، هذه جذر 2. إذا لدينا x أصغر من جذر 3 و y أصغر من 2 جذر 6. إذا غادي نضربو x في y، إذا العددان موجبان، إذا x في y أصغر، الترتيب ما غاديش يتغير، من جذر 3 مضروب في 2 جذر 6. إذا x مضروبة في y هي x y، 2 ترتيب تبادلي، الضرب تبادلي، إذا مضروب في جذر 3 في جذر 6 هي جذر 3 في 6 هي 18، لأن عندنا جذر A في جذر B تساوي جذر A في B، قاعدة سبق لكم بشوها في الجذور المربعة. جذر 18 هي جذر 9 مضروبة في 2. إذن هنا X Y دائما، هذه كذلك كتساوي لنا 2 مضروبة في جذر 9 مضروبة في جذر 2، دونك العكس ديال هاد العملية اللي شفنا. جذر 9 هي 3، لأن جذر 9 هي جذر 3 أس 2 هي 3، إذن 2 في 3 في جذر 2، وبالتالي x y أصغر من 6 جذر 2.